السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: ثورة تشرين مستمرة لاقتلاع الفاسدين والقتلة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نهدد يوميا وتبعث لنا رسائل من قبل جهات وأشخاص على أن لا نبقى في هذه الميادين، ولكن سنبقى ولو على دمائنا، فإننا لا نتقابل ولا نبيع الشهداء ولا نبيع العراق. نطالب بأبسط الحقوق، عيشة حياة كريمة، نقتل بالكاتم. نازل آخذ حقي وأريد وطن. كله يكلم علو عماد عن للعراقيين، دول العراقيين. أهلا بكم. انطلقت في يوم 25 من أيار الحالي مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات عراقية مختلفة للمطالبة بإسقاط النظام. وكالعادة قوبلت هذه المظاهرات بالقمع الحكومي وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في محاولة حكومية مستميتة لإسكات أصوات الجماهير العراقية المطالبة برحيل هذه الأحزاب والحكومات والميليشيات التي يصفونها بالفاسدة والقاتلة والتي دمرت العراق، حيث ارتقى شهيدا ما لا يقل عن 4 متظاهرين وأصيب أكثر من 150 آخرين بسبب القمع الحكومي لهم. في تلك الأثناء تم اعتقال القيادي في ميليشيات الحشد قاسم مصلح في محافظة الأنبار. هذا الأمر أثار غضب الميليشيات وكشف كذبها المستمر بتبعيتها للدولة، حيث ما لبثت أن اقتحمت المنطقة الخضراء وبدأت وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية التابعة لهذه الميليشيات بالهجوم على حكومة مصطفى الكاظمي وتوجيه التهديدات والشتائم له، رغم تصريحات قيادات الحشد المستمرة بأنهم يأتمرون بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. هنا مشاهدينا الكرام نتساءل: ألم تثبت الميليشيات باقتحامها المنطقة الخضراء أن لا دولة ولا قانون في العراق؟ من سيحاسب قتلة المتظاهرين من حكومات ما بعد الاحتلال إن كانت لا تستطيع محاسبة قيادي واحد من الميليشيات والأحزاب؟ ألا تعتبر ثورة تشرين السلمية هي من الأسباب الرئيسة في كشف وفضح حقيقة الأشخاص والجهات من أحزاب وميليشيات الذين يحكمون العراق تحت عناوين مزيفة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. بإمكان حضراتكم المشاركة لإبداء آرائكم في هذا الموضوع. كيف تنظرون إلى الوضع الآن في الشارع العراقي؟ هل العراق أصلا ضمن دولة؟ هل يعيش المواطن العراقي الآن تحت ظل أو سقف حكومة ترعى مصالحه وتحافظ على أمنه واستقراره؟ هل ما شاهده العراقيون بعملية اقتحام المنطقة الخضراء من قبل الميليشيات يبقي لهم أي أمل أن هناك قوات حكومية بإمكانها أن تدافع عن العراقي أرضا وشعبا؟ ألم تقل هذه الميليشيات سابقا إنها دائما تردد إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بإمرته؟ متى رأيتم أي حكومة من حكومات ما بعد الاحتلال التي تم في زمنها تشكيل الحشد الشعبي ائتمرت هذه الميليشيات بإمرة أو بأمر واحد من أوامر هذه الحكومات المتعاقبة أو هذه الشخصيات؟ متى رأيتم شخصا من حكموا العراق أصدر أمرا مباشرا إلى هذه الميليشيات ونفذته؟ إذن مشاهدينا الكرام،
هذه التساؤلات بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. نود فقط أن نستذكر مع حضراتكم ما الذي جرى في مقاطع صغيرة، ما الذي جرى من يوم 25 أيار قبل يومين ولغاية هذا اليوم أو لغاية يوم أمس تحديدا. نبدأ من حديث متظاهرين من ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، وهم يؤكدون وجودهم وثباتهم في ساحات التظاهر ويوجهون رسائل لمن لا يزال في منزله خائفا أو مترددا من الذهاب إلى هذه الساحات ومناصرة ومساندة العراقيين في ثورتهم. فلنشاهد. احنا هنا بالتحرير بجرحنا بآلامنا برعبنا بخوفنا، احنا هنا اللي يريد الحقوق يريد لها حلوق، واللي عنده صوت خلي يجي هنا يقوله. لا يكتفي ليش انتو ليش انتو ليش انتو ليش مو انت، تعال انت نادي باللي تريد اشوف انت ايش عندك. ليش تعتمد على الآخرين أن يطالبون بحقوقك؟ ليش هاي الشباب مكفلة بأنه تدافع عن 40 مليون عراقي ساكت؟ اللي يريد خلي يجي، واللي يريد يحكي، وما له صوت ما له وجود، وجودك هنا، تعال احنا منتظرك. شاهدتم مشاهدينا الكرام حديث ورسالة هذا المواطن العراقي إلى فئة من المجتمع العراقي لا تزال متواجدة في المنازل، يعني مترددة بالنزول، خائفة ربما، غير مقتنعة بهذه الفكرة. هذه رسائل توجه أو نداءات توجه أيضا إلى العراقيين هؤلاء بأنه الصمت والسكوت لن يؤدي إلى مزيد إلا إلى مزيد من تفاقم الوضع وانهيار العراق أكثر، وبالتالي ينعكس عليهم وعلى عوائلهم. الصمت والسكوت لن يكون حل بالنهاية بالنسبة لهذه العوائل لأنها ستتضرر بشكل أو بآخر. نبدأ باستقبال الاتصالات. معنا السيد علي من الموصل، أول متصلين في هذه الحلقة. حياك الله سيد علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، هذه الشغلة البارحة جولة كلها عجائيين عبرنا سيطلعون على القدس، يوم شفنا السيارات هذه وين اكو حكومه؟ هذول شلون المراسلين؟ يروحون كان طيرونهم طيار كان عليهم قالوا تعالوا ترجعوا تلعبون، هاي دوله عراقيه من الشيخ الطيراني؟ احنا عبالنا يوم شفناها قلنا ذول يريدون يطلعون على القدس، ما جوا على بلد الخايبه يقتلون بلد الخايبه، ما جابوا هذا يعني جابوا لهم واحد. البارحه القول قبض عليه، خربت الدنيا انقلبت الدنيا عليه. نعم. وزير مو وزير، هذا ضلعهم، هذا اللي هم يسوا كل العراقيين. نعم. هذا يخشونا كيها بالخطوه يعرفون صرخوا من هنا رماد يخبر لابو ايران يقولوا ضربوا فلان مكان في الهدف 1000 كيلو، هذا داج العراق كلها، هذا مو قتل وما قتل جابوه، هذا اليوم ساحتي انطبن البارحة هذا القرار صارت عند بين الدين وصلاح الدين، هاي الدواعش هم والجيش تكاونوا. نعم. هاي بيناتهم تلاقوا اكلاوات قاموا يصيحون، وشلون راحت هاي خطة امريكية قسم بالليل وصلت مع السعودية والاردن، هاي شغلة فتاقة امريكا صغيره. طيب انا اقول ابكي. ايه؟ على الله ابكي على الله على السبب اللي قاعده تحلوقها وبدون فائده. سيد علي من الموصل، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. فهمنا اللي نقدر نفهمه من اتصال حضرتك بسبب سوء او رداءة الشبكه، لكن يعني فهمنا الفكره العامه لديك، وهو حقيقه طرح نقطه مهمه. سيد علي من الموصل، المشهد اللي انعرض البارحه واللي حنعرضه بعد شويه يظهر وكأنهم رايحين يحررون القدس، لكنهم لم يفعلوا هذه النقطة. هذه حقيقة أيضا تثير تساؤلات حول حقيقة الشعارات المرفوعة لدى هذه الميليشيات، وهم دائما يقولون قادمون يا أقصى وقادمون يا قدس. أين أنتم من ما حدث للفلسطينيين وأنتم ترفعون أسلحتكم وترهبون العراقيين ولا تفعلون شيئا أكثر من هذا داخل العراق؟ أبو محمود من الرمادي، تفضل حياك الله. أهلا والسلام. السلام عليكم. سلام عمر، شلون الصحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وياك محمد، حياك الله. هلا أستاذ محمد، شلون؟ الله يسلمك، حياك. أستاذ
استاذ محمد خاش تكلم هذا اللي من الموصل واللي الاخت القبر. احنا هسه انا احنا هسه حاليا احنا من دم نطلع من الحضر حسان الكلف جاي اكلمك من بيتي. احنا من هو اللي يطلع الحضر؟ هي احنا عندنا حكومه لو عندنا حكومه ايرانيه عمي. الاخت من هسه اخت يمكن ناشدتك قالت لك اللي ما له وجود بالساحات ما له ما, ما ما عنده صوت ما عنده وجود صحيح ولا لا؟ نعم. فاحنا نقول لها يا اختي من ناشدتي بهذا الكلام احنا على عيني وعلى راسي ونشكرك على الكلام مالك جزاك الله بالخير وبالفضلك. هم من جاي ينادون على القدس، القدس من يروح عليه؟ ولادنا اللي بالرزازه احنا ندري بهم وسعنا وين؟ هسه انا مقابلك ولادي راحهم اقول لك تعال انا اروح بنفسي انا عندي بنات مو لو مو للقدس، القدس على عيني وعلى راسي، القدس القدس مال مو قدس ومسع طيب. هذا القدس مال ابو عداي البيهم الزمن ابو محمود انا بس يعني خلينا بالواقع الماضي ما راح يسوي لنا شيء هسه. الواقع هسه شو يقول؟ يقول اليوم الميليشيات لما تم اعتقال قيادي منهم ذهبوا الى المنطقة الخضراء واقتحموها. اليوم هل تشعر انت كمواطن عراقي ان انت عايش في دولة في ظل حكومة ترعاك تخاف عليك تأمن حياتك؟ اذا كانت الميليشيات اليوم اصبحت سلطتها وسلاحها اقوى من الدولة، انا عايش مع الله، عايشين على الله مع الحكومة. من هو اللي طلع؟ ولا احنا نريد ولادنا هو لا صحيح. البارحة السيد المحافظ يعرضونا على محافظ الانبار يعرضونا بخلف على التليفون ماله بثمانين ورقة عرفوا اطفال ذول الابرياء اللي قاعدين ورا الجبال عرفوا مش عرض خلاف ثمانين مال التليفون يعرض على الشاشة محافظ مش كبرى وش عرضه؟ نعم استاذ محمد الله يخليك. وين الناس؟ انا بس على اختي على راسي وعلى عالم الجاف تقول ما عنده وجود كلام ما عنده وجود. وين اروح انا؟ حتى انا عندما ما اقدر اطلع ما اقدر اطلع واقفه 60,000 مسجود كل الشوارع مسجد سدد. يعني استاذ محمد احنا ما غايب احنا من ناشد الاخت على عيني وعلى راسي وبالموصل على عيني وعلى راسي بس عمي وين نروح احنا؟ نعم. سيد أبو محمود وصلت رسالتك وصلت رسالتك. أنا أشكرك يا أبو محمود وصلت رسالتك. طبعا أولا المتحدث كان رجل وليس امرأة في المقطع اللي عرضناه قبل شوية. الموضوع هو أنه إحنا حتى في بداية المظاهرات وانطلاقها قبل يومين كانت هناك مسيرات وأفراد قدموا من محافظة الأنبار إلى ساحة التحرير، يعني خاطروا بحياتهم، جازفوا حقيقة في ظل انتشار الميليشيات والسيطرات الحكومية التي تبتز والتي تخطف وتعتقل، لكنهم أصروا على النزول. حتى وإن كنت تواجه صعوبة في النزول بإمكانك أن تتظاهر في منطقتك، يعني هناك اختيارات كثيرة. التظاهر في المناطق أيضا يضعف يشتت السلطة، يعني يوسع من رقعة التظاهرات، يعني هناك اختيارات كثيرة، هناك إمكانية التظاهر حتى في منطقتك في شارعك لإيصال صوتك، والإنترنت موجود وتسجيل المظاهرة بالصوت والصورة ببث مباشر أو بمقطع وبعد ذلك يرسل لنا، ولدينا طبعا منصات كثيرة لعرض احتجاجاتكم ومظاهراتكم. وأيضا يعني هذه البرامج التفاعلية حقيقة هي وسيلة لكم لإيصال صوتكم إلى الداخل العراقي أيضا وإلى العالم. عندنا أبو سعد من الناصرية، تفضل حياك الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيني أنتم تتعاملون ويا المكالمات السرية تامة بالنسبة للأرقام لو تفضلون. شبيها المكالمات؟ الأرقام خب ما تطلعونها وتفضلون من أبو ذولة يكشفون الميليشيات. لا إحنا ما نكشف أرقامكم. أي عيني. أسر دفر شهر واحد وخلي يسمعون ذول اللي يعدون إيران ويغطسون بإيران. طيب خدمة الميليشيات من 2003 لليوم الشعب العراقي شنو خدمتها؟ أنا أسير طيب أنا حقيقة أنا في موقف أو في موضع المتسائل، أريد منك أنت إجابة. أنت مواطن عراقي في مدينة الناصرية، إيش قدمت لكم هذه الأحزاب اللي عندها ميليشيات؟ قدمت لنا قطاعات المطاعم. ايش قدمت؟ قدمت لنا نعمة التأمين الصحي بالعراق بصورة عامة. نعم. قدمت لنا نعمة التعليم بصورة عامة لو أهلي لو ماكو.
يعني هسه الطالب يجيب معدل ما ينخفض يروح للأهل لو معدل 50 يدفع. هذا اللي قدمته وقدمت لنا اللي يفك لو يخشى على إيران. نعم يعني ناس اللي تحكمنا اليوم المعدان المعدان الهمج مو المعدان شوية أكو معدان عندها ثقافة يعني. نعم اليوم أنا من تخيرني خيار يعني الياه اللي أنا أمريكا ولا أرحم من دولة يعني. طيب. أمس الدنيا قامت ولم تقعد على إنسان قاتل يعني. القاتل ليش ما يتحاسب بالعراق؟ قاتل يعني طرفي وقاتل. يعني زهق أرواح وأرواح أبرياء كل اللي رادوه نقول حقي أنا أريد حقي يعني. اللي يقول أريد حقي ينتبه. يقولون أبو سعد الأحزاب وميليشيات الحشد لما طلعت بعضهم يعني أجرى لقاءات وحديث مع بعض القنوات التابعة لهم طبعا. قالوا خلال هذه المقابلات أنه اللي جرى من عملية اعتقال قاسم مصلح تمت وفق أو بشكل غير قانوني، لا يوجد مذكرات قضائية، لا توجد طريقة قانونية تم التعامل بها مع هذا الشخص. الميليشيات أصلاً وجودها في العراق هو وجود غير قانوني. منذ متى تحترم الميليشيات القانون في العراق؟ هو وجودهم يعني مختقر وجودهم أصلاً هسه وجودهم هن هم ولدنا وقتنا بس ما ريهم يعني ناس سلبوا يعني. أنت سيد أبو سعد يعني ما أفهم منك شيء، أعتذر منك الصوت مو واضح، أتمنى أنه تعاود الاتصال بينا مرة ثانية لعل وعسى تجاوبني على هذا السؤال وأسمع رأي السيد أنس من بغداد وهو متظاهر وشاهد عيان عن ما جرى في ساحات التحرير وساحات التظاهر في بغداد قبل يومين. أهلا بك أنس، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لقناتكم الكريمة، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. حياك الله. طبعا يا أستاذي العزيز، اللي صار قبل يومين في ساحة التحرير مظاهرة سلمية منظمة تنظيم كامل. مظاهرة تعاون مع بين المتظاهرين وبين قوات الجيش العراقي، تعاون على مستوى وجود شفتم تصور الفيديوهات. طيب. المتظاهرين اللي هم نحن ناكل ونشرب مع الشغب مع الجيش العراقي، ما عندنا اي مشكله. طيب. حتى صارت الساعه تقريبا الساعه 6 دخلت سيارات وشفتوها وانتشرت مقاطع فيديو، سيارات مدنيه مظلله انزلت مجموعه من المندسين التابعين للاحزاب. طيب. عملوا تصادم مع قوات الشغب. المشكله هنا قوات الشغب عافتهم ما اتخذوا اي اجراء امني تجاههم. أي. وقمعوا المتظاهرين السلميين اللي هم مو يم نقطه الاحتكاك. نعم. فعمليه منظمه جدا. أنا أريد أسألك سؤال. الجيش العراقي اللي حضرتك دا تقول انه هو هذا الجيش مساندنا واقف ويانا، ايش قدم لكم من حمايه؟ هل حماكم من مكافحه الشغب اللي اودت بحياه 4 شهداء من المتظاهرين واكثر من 150 مصاب؟ حمتكم قوات الجيش؟ استاذ العزيز، القمع اللي صار ما صار من الجهه اللي واقف بها الجيش، والمعلومه اللي سحب الجيش قبل هالفتره، تمام، بس احنا كامانه وامانه للتاريخ هذا، قوات الجيش الموجودين حتى سلاح ما يملكون، حتى قوات الشغب للمعلومه، يعني هاي مسجله بالفيديوهات وكلها موجوده عندنا، قوات الشغب الموجوده بالخط الاول ما شارين سلاح عدا العصي وكذا، بس لكن لما صار القمع جمع اشخاص يرتدون زي الشغب من خلف القوة الخط الأول وقاموا بإطلاق النار من بندقية كانك شوف. نعم. فرموا على المتظاهرين رصاص حي. كثير من الإصابات عندنا تقريبا ما يقارب 20 وأكثر من 2 أو 3 شهداء عندنا، هاي المسجلة يعني الموثوقة لحد الآن. الحكومة اللي دائما تقول إحنا مع الشعب، إحنا نحمي الناس، مصطفى الكاظمي يؤمر قيادات الأمنية بإيقاف استخدام العنف ضد المتظاهرين، هذا الكلام كله وينه قبل يومين؟ استاذي العزيز، هسه احنا خلينا نسال سؤال، سؤالك خل اوجهه بطريقه ثانيه. يعني انا اليوم اذا اسال سؤال من خلال قناتكم، شلون دخلت السيارات المضلله اللي هي منشئات وسيارات بيكمات؟ طيب. تمام، وانا شاهد عيان من بعد ما صار القمع بعدها ما يقارب الربع ساعه
شاهد عيان وقدرت اصور يعني من زوايا مختلفه. نعم. كانت قوات ميليشياويه بزي مدني نزلت موجوده بالتحرير. نعم. بنص التحرير واحنا ولا متظاهر بقى بالتحرير. هاي كيف حصلت؟ هاي اليوم احنا هذا السؤال اللي نساله، شلون دخلوا هؤلاء المدسين؟ واحنا كمتظاهرين استاذ العزيز كمتظاهرين يوم احنا من ندخل من القطع الاول يعني من يوم ساحه الطيران من يوم ساحه النسور من يوم كل العفو من السعدون مداخل ساحه التحرير من الخلاني نتفتش تفتيش دقيق تفتيش دقيق شخصيا يعني ما مستحيل ان اي شخص. طيب هذا يعني هذا طبعا هذا موضوع حقيقه يعني لعبه او مسرحيه موضوع التفتيش المتظاهرين. نعم 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 وترك نعم. لكن انا اريد اسالك على اللي صار البارحه ايضا، ما هو هذا الموضوع مرتبط. انتم خرجتوا نعم. لاسقاط النظام البارحه اللي نعم. صار بعمليه القبض على قاسم مصلح قيادي في ميليشيات الحشد نعم. واقتحام الحشد للمنطقه الخضراء، انتم بعد اليوم شلون تشوفون حكومه مصطفى الكاظمي؟ شلون تنظرون الى هاي الحكومه اللي هي ما قادره تحمي نفسها قبل تحميكم؟ استاذي هي الحكومه لو تقدر تحمينا تمام خل تحمي نفسها على قولك. اليوم نعم. هي الحكومه ضعيفه، شفنا البارحه استعراض الميليشيات داخل بغداد سقطوا نعم. الدوله صراحه، سقطوا الدوله. وين هيبه الدوله؟ لا هيبه الدوله وقوات الشغب اللي جايبيهم الالاف المؤلفه مخليها بس على المتظاهرين. نعم. وين القوات الامنيه؟ يعني شنو الفائده يجيني جيش وكذا يجي الساعه 12 بالليل؟ المهم سقطوا الخضراء من العصر. يعني هاي نعم. المشكله اليوم الدوله عليها يا اما ان تثبت هيبتها. والسؤال الثاني استاذي العزيز يعني استغل هذا الاتصال. أي. لما نطلع نتظاهر احنا كمتظاهرين سلميين، لماذا ينزلون هاي الاعداد المرعبه من الشغب وما يحموننا؟ مع العلم هم اللي يقمعونا. لماذا لما نصير مظاهرات ولائيه او للتيار او ما شابه ذلك، لماذا لن نرى اي عنصر امني موجود؟ نعم. هذه جو شفتوها انتم بالايام السابقه وقبل تقريبا اسبوع. طيب عندك اجابه على هاي التساؤلات؟ انت طرحت التساؤلات نعم، لكن انت في داخلك عندك اجابه على هاي التساؤلات؟ الاجابه بسيطه، قوى لا دوله فوق الدوله. طيب صراحه لازم انا اشكرك لا. يا انس، اشكرك يا انس من بغداد، شكرا جزيلا. قوى لا دوله فوق الدوله، وحنجي بعد شويه على هاي المصطلحات قوى لا دوله وقوى الدوله. ويعني حقيقه المخجل من تصريحات المسؤولين في العراق اللي يفضحهم ويكشف ضعفهم ويكشف مدى ان هم لا شيء فعلا امام هذه الميليشيات. لكن خلونا في البدايه نشوف هذه المقاطع مشاهدينا الكرام لشهيدين ارتقى في بغداد بسبب القمع الحكومي وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، دعونا نتابع. يعني شفتوا الحقيقة نتيجة القمع الحكومي، وشفتوا في هذه اللقطات البسيطة مقطعين فقط لكن يثبتاني زيف ادعاءات السلطة بأنهم موجهون قواتهم لحماية المتظاهرين لتأمين حياة وأرواح المتظاهرين. هذه نتيجة حماية المتظاهرين، دم وشهداء وجرحى. أبو سعد من الناصرية يعاود الاتصال مرة أخرى، حياك الله أبو سعد. شلونكم عيني؟ الله يسلمك. واضح إن شاء الله عليكم أنا. شلون؟ تسمعون واضح؟ إن شاء الله، تفضل. أقول لك عيني الحشد مو يثمر بأمرك رئيس الوزراء؟ هم يقولون. اللي أعرفه هذا ولا؟ يعني هسه رئيس الوزراء مو هو اللي امر باتخاذ هذا الارهابي، اللي امر مجلس القضاء الاعلى، لانه احنا على اساس عندنا قضاء ويحاسب. اي اللي صار امس يعني سقطت الدوله الاولى، وجود السفاره الامريكيه بالعراق تسقط الدوله امس. يعني لولا السفاره الامريكيه في بغداد لسقطت الدوله؟ نعم. سقطتها الميليشيات امس وحكمت هي فرضت سلطه ايران وقانونها اللي على مزاج ايران يعني. فاحنا اللي نريده يعني اللي نريد من الكاظمي ان يضرب بيد من حديد اهله الجنوب
شو وقت حيضرب عادل بيد من حديد؟ اشو كلهم يقولون حنضرب بيد من حديد وتمر الولايه مالته 4 سنوات وما حد يشوف وجهه بعدين، يقضوها تصريحات. وين الضرب بيد من حديد؟ احنا جايين نقول له ضرب بيد من حديد. الجنوب كله ما يقدر ينطق بالله، كله جنوب يعني، بس الناس اللي ما تفتهمني يعني هي عقليتها تعبانه يعني، ظل بالستينات يعني ناس اغلب السوق مثلا. نعم. والله العظيم يعني ايران اليوم، ايران اذا يطب للجنوب اليوم الا ياكلوا لحم يعني. الشعب عرف خيلته يعني. نعم. يعني الشعب عايش ومثبت وجوده. اذا الحكومه واعده العراقيين انه هي تحاسب قتلة المتظاهرين، والعراقيين يتهمون الاحزاب والميليشيات بانه هي اللي قتلتهم. البارحه اللي شفناه انه قيادي واحد، ومو من الصف الاول، قيادي واحد من هذه الميليشيات تم اعتقاله، يعني مثل ما حضرتك تفضلت، لولا السفاره الامريكيه لاحتلوا العراق، لسقطوا الحكومه وسيطروا عليها. شلون هاي الحكومه حتحاسب قتله المتظاهرين وهي ما تقدر اصلا تعتقلهم؟ اخي انت حطيت شغله واحده وانت علق عليها. انا صراحه اعطيك شيء واضح. تفضل. اعراق تشرين يوم 28/11/2021 ياهو، وقتل المتظاهرين جهارا نهارا. اقول لك ياهو جميل الشمري، وانتوا الان لغايه هذه اللحظه. لا غير الشمري، لا ثاني سنه هذا غير الشمري. طيب قتلهم ويعرفونه يعني واحد من التيارات البارزة اللي هو اليوم يعني تقريبا يسقط الحكومة، حتى الميليشيات هذه سقطهم. وذاك ايام احد حاسبه ولا احد قال ليش قتلت المتظاهرين، وقتل بالنهار وبالليل يعني جهارا نهارا. زين الشغلة الثانية يا اخي، انا اللي عرفنا احنا لما خطنا نظام صدام كان عندنا عوز، كان عندنا نقص كهرباء بس عشان الهزمه. طيب وشويه اكو يعني مثل ما تقول وقف الكهرباء هسه ما اجتنا، ما دام اكو دوله اسمها ايران العراق ما ينعم كهرباء. طيب وصلت فكرتك يا ابو سعد وصلت فكرتك، انا اشكرك. لا بس تبدا فكره ثانيه. يلا باختصار لو سمحت. اذا الناس اللي يحبون ايران خلي لهم شغله واحده، شوفوا سوريا وشوفوا اليمن وشوفوا لبنان، إذا تنتظرون من إيران تأمين البلد. أنا أشكرك يا أبو سعد، وصلت الفكرة. ونضيف على هذه الفكرة شغلة، سوريا اللي هي مدمرة محطمة، ميليشيات إيران منتشرة وروسيا وأمريكا موجودة، والبلد يعني 10 ملايين مهجرين، لكن يبقى جوازهم يعني المضحك حقيقة أنه جواز سوريا صار أقوى من الجواز العراقي. إلى أي مدى أوصلوا العراق من يحكمونه منذ 18 عاما؟ جواز السفر العراقي اليوم قبل الأخير، يعني آخر دولة هي أفغانستان، هذا بحسب باسبورت إندكس، ويعني أسوأ جواز سفر عربي أصلا. حسام من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا حبيبي؟ حياك الله. أهلا وسهلا حبيبي. بالنسبة للموضوع اللي أنت طارحه على الشاشة، أي أنا بس أريد أسأل سؤال، يعني شنو هالإعلام المغرض؟ يعني ليش تأولون الأمور هي؟ يلا أنت صحح لنا، حضرتك صحح لنا الأخطاء، تفضل. يا أخي مو أول شيء اتهمت ميليشيات. طيب. هو قيادي بالحشد الشعبي. ها. أنت تعتبره ميليشيا. طيب. زين أول شيء أكو يسموها أمن الحشد. أي. فهاي هي المفروض تعتقلها، هسه أنت إذا لواء عسكري. طيب. لواء او ضابط. أي. يروح، منو اللي يعتقله؟ منو اللي يعتقله؟ انا اللي اسالك. انت تدري، انت بالميليشيات تعرف اكثر مني، تفضل. هسه تسميها ميليشيات. طيب انت حضرتك ضايج من توصيف الميليشيات، يعني ضايج من كلمه ميليشيات؟ لا مو انتم شو اعلامكم مغرض تهولون بالامور. طيب يعني اولا كل اللي حكيته انا هو مو كلامي، وبعدين توصيف الميليشيات اذا حضرتك ضايج منه بعد شويه حفسر لك اياه اذا انت ما تعرفه. لكن انا اريد اسالك، الحشد الشعبي، عوفك من الميليشيات، الحشد الشعبي مو يقولون احنا تابعين للقائد العام للقوات المسلحه، ونأتمر بامره مصطفى الكاظمي؟ اوكي 100%. طيب اللي صار البارحه من اقتحام المنطقه الخضراء
شو تسميه؟ لا اللي صار، لا اللي أرد أفهمك فيه. أي. اللي صار جت أوامر خارجية باعتقاد قاسم مصلح. أي. من اللي أمريكان واللي رادوا يدخلون الدواعش. شوف بغض النظر، بغض النظر منو اللي أمر، بس اسمح لي، بغض النظر منو اللي أمر أو منو اللي حبيبي اعتقل. حبيبي اسمح لي بس خل أسألك. بغض النظر منو اللي أمر أو منو اللي اعتقل. ألا تتبع هذه الميليشيات لمصطفى الكاظمي؟ اللي صار البارحة مصطفى الكاظمي انتقده، شنو تفسيرك لهذا الكلام؟ أقول ميليشيات، بس إذا تقول ميليشيات احنا ما نتفاهم ولا أقدر أحكي. يلا عفك من الميليشيات، الفصائل المقاومة. اتفضل. الفصائل المقاومة هيئة الحشد طيب. الشعبي هذا نعم. قيادي نعم. بهيئة الحشد الشعبي. اتفضل. اي مو يتبعون مصطفى الكاظمي؟ ليش البارحة طبوا للمنطقة الخضراء واستعرضوا أمام مبنى مجلس الوزراء وتعدوا عليه بالشتائم وبالألفاظ وهددوه بقطع أذنه ومن التفاصيل؟ أمر القبض، أمر القبض أي ما تفسد بصورة صحيحة. طيب أمر القبض طيب ما تفسد حتى أوكي طيب. هو أمر لواء حال أي أمر لواء. يعني حضرتك تريد تقول أنه حضرتك تريد تقول أن الحشد الشعبي ملتزم ويعترف بالقانون ويعني شيء منتهي منه أكيد. هل تعلم لأن احنا اللي رجعنا هيبة الدولة. بس اسمح لي، هل تعلم مو مفروض احنا نستوى هيبة الدولة؟ يا أبو يا سيد حسام، أعطيك الوقت. هل تعلم أن في الدستور الحالي أو الدستور العراقي الموجود حاليا الفقرة المادة التاسعة الفقرة باء يحظر تشكيل فصائل مسلحة تحمل السلاح خارج إطار القانون؟ اللي صار البارحة أكبر دليل أنه هذا الحشد حبيبي هو خارج إطار القانون، لأن هم تجاوزوا على القانون. حبيبي تفضل. شلون تشكيل شلون الحشد أدوية السحبة كاملة غير هو الحشد حمل العراق. طيب أنتم ليش هاي؟ بس أبدأ أسأل سؤال. تفضل. هاي الحقيقة ليش ما تنشروها يعني؟ شنو الحقيقة؟ شنو اللي يضر منها؟ لولا هل تنكر أن لولا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا ما بطيرانها لا هذا الشيء لما تقدمتم خطوة واحدة يا حسام؟ لا يا حبيبي. طيب حسام أنا أشكرك، النقاش حيطول وحنروح إلى أجزاء أخرى كثيرة. خلاصة الكلام، حسام ضايج من كلمة الميليشيات، وكلمة الميليشيات إذا حسام سيد حسام لا يعلم هي توصيف كل جهة تحمل السلاح خارج إطار القانون. هذه ميليشيا، العشائر اللي تحمل السلاح خارج إطار القانون اسمها عشائر داخل العراق لكن توصيف قانوني هي ميليشيا. كل من يحمل سلاح خارج إطار القانون مجموعة أفراد هم ميليشيا. يقول بأنه الحشد والموضوع تم بشكل غير قانوني. منذ متى يعترف الحشد الشعبي أو هذه الميليشيات بالقانون؟ هل ما فعله أو ما فعلته هذه الجماعات المسلحة يوم أمس باقتحام المنطقة الخضراء والتعدي على سيادة الدولة بين قوسين، هل يمت للقانون بصلة؟ هل تعبر هذه التصرفات من استعراضات مسلحة وترهيب الناس بحياتهم وبأمنهم؟ هل تمثل القانون؟ هل القانون يعني أن تكون هناك منطقة مثل جرف الصخر لا يستطيع أهلها العودة إليها وهي محرمة على أصحاب الأملاك التي فيها، أصحاب الأراضي المزارعين، أصحاب هذه الأرض ممنوعين من العودة لها منذ 7 سنوات؟ هل هذا قانون؟ هل تحترم هذه الجهات القانون؟ عندنا اتصال. السيد أبو ذو الفقار من نينوى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك وإلى العاملين في قناتكم المباركة. حياك الله. قناة صوت الشعب العراقي الحر. حياك الله أبو ذو الفقار. الذي ينطلق من منبركم الذي يدافع عن الشعب العراقي والعراقيين الأحرار. أخي العزيز، ما جرى بالأمس كان هو انقلاب على الحكومة وعلى رئيس الوزراء وعلى الشعب العراقي. هل توجد حكومة أصلا؟ لا سيد أبو ذو الفقار اسمح لي، أنت حضرتك الآن حطيت
الكاظمي وحكومته في كفة واحدة مع الشعب، هل هذه الحكومة تمثل الشعب العراقي؟ هل هذه الحكومة تمثلك؟ والله هي ما تمثل الشعب العراقي، بس احنا قاعد نشوفها اللي تدخل وتخرج الى بغداد. يعني مصطفى الكاظمي اول شيء سواه لما استلم المنصب راح للحشد الشعبي، دخل الى مقرهم، سلم عليهم ولبس لبسهم. اليوم شلون بدك تشوفهم يتعاملون وياه؟ والله هو عيب عليه، يعني المفروض يقدم استقالة. اي المفروض يقدم استقالته. نعم، لأنه انهان وطلع قبضه وأرادوا اعتقاله، أرادوا أن يعتقلوه أو يختاروه. نعم، لولا حدث اللي جرت مع الفصائل الحشود وفصائل المالية. نعم، لغير الدولة الحكومة العراقية وشعب العراقي. نعم سيد أبو ذو الفقار، أنا أشكر حضرتك للمشاركة، بس خلي أن نرد على السيد حسام من بغداد بمقطع. إذا كانت الحشد الشعبي هو يضوج أن نقول عليهم ميليشيات، إذا كانت هذه الميليشيات فعلا ملتزمة بالقانون وتابعة للدولة، من المفترض أن تكون لوحات سياراتهم اللي يقودوها مرقمة بأرقام حكومية، إذا كانت هي فعلا مدرجة ضمن الحكومة وتابعة بشكل قانوني. خلينا نشوف هذا المقطع أثناء توجه الأرتال التابعة لهذه الميليشيات إلى المنطقة الخضراء. لاحظوا السيارات ولاحظوا هذه الأرتال. تابعتوا سيارات يعني غريب شكلها، ويعني ما مهيئة، أو يعني هناك علامة أو إشارة تدل على أنها سيارات حكومية، باعتبار أنه الجهات مثل ما يقول سيد حسام هاي جهات تابعة للدولة، وبالتالي يجب أن تكون هناك ميزة أو إشارة معينة تثبت أن هؤلاء من الدولة. سيارة بدون لوحات، بدون أرقام، بشكل نظام العصابات. نظام العصابات اليوم أي واحد يريد يغتال أو ينفذ عملية سرقة في أي مكان في العالم يخفي لوحات الأرقام السيارة ويخفي ملامح السيارة قدر المستطاع حتى لا تكون قابلة للتتبع. نفس الشيء هسه اللي شفناه، منو اللي يقدر هسه يثبت أنه منو اللي داخلين، اللي دخلوا إلى المنطقة الخضراء دولة ورا ما طلعوا وين راحوا، إذا ماكو يعني وسيلة حقيقية أو أرقام معينة أو في الطريقة معينة قانونية ممكن أنه يحاسبون فعلا على ما فعلوا. خلي نسمع رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر. أبو عمر، السيد أبو عمر موجود؟ نعم. تفضل حياك الله. أسمع شلونك؟ سلام، شلونك؟ شو صحتك؟ الله يسلمك، الحمد لله. الله يحييك، الله يبارك بيك. حسام في حاور على يعني ينكر هذا العمل اللي فيه المجاميع البارحة بالمنطقة الخضراء؟ شلون؟ عفواً؟ حسام كان يحاور بك. أي أشوف عمل منظم غير منظم هذا يقدر. حسام أولاً يعني بعيداً عن اتهام عنا بالتأويل والتضليل، هو يقول انه انتم ليش تقولون هاي ميليشيات؟ اللي صار اعتقلوا شخص مجاهد ما ادري شنو بشكل غير قانوني. انت برايك يا ابو عمر، هل الميليشيات، هل هذا الحشد يحترم القانون؟ يعترف بالقانون؟ لا لا. شو ترد على السيد حسام؟ دول ميليشيات مو تابع، حتى ما تابع للعراق. نعم، عملها مو العراق، خارج العراق. نعم، من منهم ملايين. نعم، تابعين الى اولئك الفقير. اها، هاي منتهين من عندهم. نعم، في بينهم وغيرهم. هذا العمل اللي قاموا به عمل القانون، وهي الدوله ما هي قانون، ما ولا القانون.
منو اللي يوصل هذه الميليشيات؟ منو اللي يوصل هذه الميليشيات برأيك إلى اللي دا تسويه اليوم؟ هم دول أنت تقصدهم الميليشيات، هم بالحكومة هم بالميليشيات، هم بالبرلمان هم بالحكومة هم وزراء كل شيء عندهم. البرلمان اللي شرع قانون يحمي هذا الحشد ويدخله بشكل قانوني ضمن القوات الحكومية والدولة، مو هو سبب، مو هو سبب اليوم باللي دا نشوفه من تطاول هذه الميليشيات على القانون إذا وجد القانون؟ نعم نعم، وهذا في هاي الميزانية هاي مال 1921 2021 سوى الراتب ماله 1,400,000. نعم. سيد أبو عمر، أنا أشكر حضرتك للمشاركة. سريعا، الحشد الشعبي تم اتهامه من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه ارتقى في جرائمه إلى داعش، إلى مستوى داعش. واللي ما يعرف هيومن رايتس ووتش يبحث عنها وعن هذه المنظمة الدولية وكيف أن أخبارها وكيف تتعامل مع المصادر والأخبار بدقة وباحترافية. النقطة الثانية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له أكد أن هناك عمليات جرائم وانتهاكات جرت في المحافظات العراقية المنكوبة جراء العمليات العسكرية، نفذت عن طريق داعش وعن طريق القوات الحكومية وعن طريق الحشد الشعبي. بعض من هذه الجرائم والانتهاكات كانت عمليات اغتصاب فتيان داعش والقوات الحكومية والحشد الشعبي. هذه الميليشيات قامت بعمليات اغتصاب فتيان مدنيين أبرياء في المحافظات المنكوبة بحسب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. جزء بسيط ويسير جدا من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون اللي قامت به هذه الميليشيات. والحديث طبعا يطول حتى لا ندخل في هذا الموضوع. نقول نقطة سريعة، بيان الرئاسات الثلاث بيان مخجل مخزي حقيقة لبرهم صالح ولمحمد الحلبوسي ولمصطفى الكاظمي. تؤكد الرئاسات الثلاث أن الأحداث الأخيرة يعني عملية الاقتحام للمنطقة الخضراء التي شهدتها البلاد تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأشارت إلى أن استمرار الاضطراب الأمني يعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية. هل أصلا العراق مستقر؟ هل هناك استقرار في العراق منذ 18 عاما؟ عندنا آخر المتصلين ويانا سيدة أم أحمد من النجف. تفضلي أم أحمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك أستاذي، ممنونة منكم وممنونة من الكادر، اليوم هواي تعبتهم. الله يسلمك. الله يرضى عليكم. أولا ما محتاجين تبررون، أنتوا أهلنا بالمناطق الغربية، أكو من يوصفكم بالمتخاذلين وليش ما طلعتوا. اللي ما يعرف نكبتكم أو يعرفها ويغض النظر فهو ظلم نفسه قبل لا يظلمكم. نعم. وإذا واحد يطلع يقول أكو هناك من تخاذل وتسبب الأمر، فالحمد لله والشكر إحنا مناطقنا وناسنا المتخاذلين والمرتزقة يا مكترهم. بس أسأل بالله، اللي يقولون هاي تابعة وتأتمر الميليشيات، تأتمر بأمرة الكاظم وتابعة للدولة، واللي هي ولا كأنه حاصرت بيت الكاظمي ولا كأنه يطلعون يهددوه، واليوم اللي قاعد يقول ليهدد قوة العراق وأمنه حرام، ولا كأنه قبل مدة بسيطة ميليشياتهم تكثر بالشوارع. نعم. أسألهم بالله العلي العظيم بدممهم، لو كان خامنئي هسه يقول لهم ذبحوا المتظاهرين عن بكرة أبيهم، هجموا على المناطق الغربية، يسووها لو ما يسووها؟ أنت شو تقولين؟ أنا أقول يسووها ويتعدون لذاك الصوب. نعم. وإذا يقولون يتمرون بأمرة الكاظمي، فالعراق مستباح من شمال الجنوب الشرق الغربة. إيران تجاوزت الاتفاقيات الدولية على حصصنا من الماء، ونهرين يبستن وجفتن وخلت ديش المناطق تعاني متعاني، الكويت وطبعا ايران هم نفس الشيء، يزحفون على المياه الاقليميه العراقيه، شمالنا مستباح. لو بهاي النقطه فقط ميليشياتهم قاعدين، وطبعا غير المخدرات وغير المصايب وغير المهازل اللي صار جاي يصير بالشوارع بين العشاير. نعم. هاي النقطه بس يبدون امر من الكاظمي، هاي النقطه بس، وينهم وين صدهم عن البلد؟ نعم. وإذا يقولون إيران دافعت ويانا، إيران مو سواد عيونكم، إيران تصريح علني قالت لولا القتال اللي صار بالعراق واللي قام به العراقي للدواعش لكانوا الدواعش وسط إيران، فما أجت مجملتك وأجت أخذت فلوسك فوقنا هذا وفوقها إلك. طيب. يخلون الإنسان يطلع من طوره بالكلام، مع الأسف تسمع أكو عراقيين تحسهم أكو محبة لهم البلدهم، أكو مو ماكو، لكن أكو نقيض بكلامهم.
سيدة أم أحمد، أنا أعتذر منك لأن الوقت انتهى، فكرتك وصلت. يعني يبقى الحديث حقيقة يدور في الأوساط العراقية حول هذه الميليشيات، يعترضون أنصار الميليشيات بأنهم يعني مثل ما قبل لما كان داعش، هو داعش هي كلمة اختصار، هي اختصار كلمة لتنظيم اسم طويل واختصرت بكلمة داعش، اعتقدوها بأنه اللي ما يقول داعش يعني معناها موالي، والآن اللي دا يقول ميليشيات معناها مناهض، وهي توصيف يعني قانوني حقيقة للوضع الحالي في العراق. رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، المتصل حسام الذي يدافع عن الميليشيات صوته متأكدة منه هو الكذا مقتدى الصدر. طيب عندنا رسالة يتحدث أحد المشاركين في هذه الرسالة وينتقد المعاملات الحكومية والإجراءات والبيروقراطية والروتين القاتل في دوائر الدولة، وحقيقة ينتقد أنه إذا ما تدفع ما تمشي معاملتك، وطبعا هذه نتيجة الاحتلال ونتيجة حكومات ما بعد الاحتلال اللي اليوم طلعوا عليهم العراقيين من طبعا منذ سنين، يعني من 2011 بلشوا واليوم احنا وصلنا إلى هذه النقطة، ولا تزال الثورة مستمرة لإسقاط هذا النظام. 18 سنة من الحكم الفاشل أودى بالعراقيين إلى أو أدى بالعراقيين إلى هذه النقطة، أودى بهم إلى هذا الحال المأساوي، ولليوم الميليشيات هي المتحكم بمصير العراقيين وبأموال العراقيين، بأمن العراقيين وحياتهم. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.